مازن الجادري علم الامراض والاورام بالنسبه للاطفال. طبعا واحد من الفقرات على مستوى العالم بالنسبه لنا موفق ان شاء الله. فريق موجودين دكتور عامر. فريق دكتور عامر. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. طيبين ان شاء الله. بارك الله فيكم. تحدي ماتكم صعب بس تقدر ان شاء الله. السلام عليكم. شلون شفتي؟ السلام عليكم. منو؟ مالي شلونك؟ على شقة جديد من بغداد. اي. وبدينا على العلاج اليوم، يعني حالة موجود طبيب مختبر وتشخص وبدينا على العلاج. شنو بالضبط؟ لوكيميا بالدم. لوكيميا بالدم. مهدي ناخذ السيارة مالتك؟ هاي مالتي اللي مالتك؟ هاي السيارة. أخذها؟ يلا. خلاص مالتك هاي حبيبي. شكرا. دليلي. ايش تحتاجين؟ خدمتك؟ تجي حيلك؟ إن شاء الله الله يكتب لك الصبر وإن شاء الله تجي حيلك وإن شاء الله يعبر هالمرحلة، يعبرها. يعبرها ويتربى بعزك إن شاء الله. يا بنتي؟ يلا مهدي. يلا عافية عليك. يباي سبع يلا سبع مهدي. يلا مهدي. هاي الحباب الحباب. هاي رئيس. روان شلون ايش؟ دولة الرئيس يسلم عليك. شنو هالضحكة الحلوة؟ ها؟ عافية عليك ضحكي ابتسمي دائما. لا كلش عادي روان نفس ال نفس قد عمرك انت؟ 10؟ ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تقومين وتصيرين احسن. هاي من دول اصدقائك؟ طيب اسم لبعض. شو اسمهم؟ عندك اصدقاء يعني وياك دائما. شنو وضعك؟ والله زينه مستقره يعني هي صار تقريبا 10 15 يوم مستقر في العلاج ونفس المرض احنا نذكر الاسم قدام الاطفال حتى لا يتبعوا. بلي. وماشيه الامور يعني هي دخول من الاول تقريبا شهر يكون في المستشفى. وبعدين؟ وبعدين يكملون العلاجات كعياده خارجيه. ان شاء الله. شدي حيلك واحسن شيء عيد ميلادي نفس عيد ميلادي. هاي شلون تودي الدكتور نفس اليوم؟ شلون صارت؟ هي رتبتها. شلون رتبتيها؟ رتبتها مرتبتها. زين؟ عافية عليك. شلون شفتي؟ طيبة. انت هم زين تبتسمين عافية عليك. ما عندنا زين؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. هاي قوية وان شاء الله الله يحرسها لك وتتربى بعزك ان شاء الله وتصيرين شنو دكتورة تعالجيها من الاخرين. اتفقنا؟ اتفقنا؟ شهرين مشخصة. شو اسمك انتي؟ شو اسمك انتي؟ جود؟ تستحي. عافية، ليش تستحين؟ هاي منو هاي؟ دول منو اصدقائك؟ هاي شو اسمها هاي؟ جود؟ هي خلصت الكورس الاول كان كل الشديد وطلعت وجيت على الكورس الثاني ان شاء الله راح تطلع يعني بكره يعني خلصت حمل استراحه اخذ لها 3 اسابيع وترجع لنا 5 كورسات عمرها 5 سنين. ان شاء الله الاطباء موجودين يخصصون وان شاء الله تصير احسن وتتربى بعزتي ان شاء الله يحفظها الله لك ولعائلتك. امين. كل عام وانتم بخير. منو هذا البطل؟ الخطاب. خطاب شلونك؟ زين عافية ايه؟ ان شاء الله يعبرنا عليك، شخص جميل. شدي حيلك ان شاء الله تعبر وان شاء الله نعبرها شدي حيلك. طب بس ان شاء الله قوم عندها ان شاء الله شدها وعبريها. خطاب توعدني مرة ثانية تاخذني بالسيارة مالتك؟ ما تاخذني بالسيارة مالتك؟ يلا جيب سيارة كبيرة ونطلع سويا إن شاء الله. موفق أختي، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وإن شاء الله العيد القادم يكون يتحسن وتكون مرتاحة إن شاء الله. الله يوفقكم. وإن شاء الله كله يتعوض.
وتأكدوا بقضية واحدة، دوركم مو فقط خدمات وإنما إنساني، هاي القيم هي تصنع الدولة، هاي أمان رغبتكم. واللسان يعجز عن الشكر حقيقة، هالظروف الصعبة هالتحديات، موفقين إن شاء الله. نرجس شنو هذا الاسم اللي حلو؟ نرجس ليش مستهيئ؟ اي ضحكي عليه، عشان يكون عم تبرد ان شاء الله. شو تقول عيد القادم يصير احسن وطلعين ونطلع نسوي اغنيه، ايش تبي ولا ليش؟ من الامين؟ يلا نجيش للامين نطلع نسويها. في صف انت؟ خامس. خامس؟ قصه شنو بنتي؟ عافية عليك، سنة صباعية وقوية، شدها بنتي إن شاء الله. زين؟ هذا الإنسان يمر بظروف بس أكيد يعبرها، دائما يعبرها، كل ظروف صعبة يعبرها. عافية عليك، هاي التساؤل مالتك تعطيني طاقة. حسسني مسؤولية تجاهك تجاه الآخرين. فكل ما أجلس تعطيني هدية. عافية، عافية. الله يخليها لك إن شاء الله. عافية إي هذا الجواب. شلونك؟ وين اهلك انت؟ وين بيتكم؟ ها؟ بالكوت. وين بالكوت؟ عيكم. ها؟ قد عمرك انت؟ 8. ها شنو التليفون مالتك؟ تلعب بيه جيم ولا شنو؟ ايش تلعب؟ شو تسوي؟ عافية. يلا حي دورك، شد حيلك حبيبي وشد حيلك بنتي وان شاء الله شده وتعبر اكيد. زين؟ سلم لنا على عائلتك. من عندك اخوان عندك ولا ما عندك؟ من اخوتك؟ سلم لنا عليهم كل شيء هوايه. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. ايش صار لك هنا؟ صار لي تقريبا 14 يوم. يلا ان شاء الله تطلع قريبا. شو تحب انت؟ ايش تلعب؟ هو عاد العب كره قدم. ايش بدنا نشجع؟ خلاص عافيه عليك. ما عندنا غير العراق. كاريزما مالته ما شاء الله حميد. هو حم سبع. وين صف انت؟ خامس رحنا للسادس. عافية عليك. يلا. في صف انت؟ أول متوسط. أول متوسط، قد صار لك هنا؟ ثلاث أيام. ثلاث أيام. هاي استشاري أمراض الدم تجد لهم. حالات الطارئة لازم يعني شغل ماشي بالعطل. الله يعطيكم العافية. دولة الرئيسية المستشفى هاي حالة مثل محافظات العراق حتى مضمنة كردستان. بل كل الحالات المعقدة يجون لهاي المستشفى. يلا كل عام انت بخير. شدي حيلك اختي. شلون ايش حالك؟ طيبة انت؟ شو تسلي منا انت؟ والنعم. هاي مرحلة وتعبر ان شاء الله. ان شاء الله كل عام انت بخير وان شاء الله ايامنا كلها اعياد. طيبتكم صبركم ان شاء الله. سجاد شد حيلك زين؟ صير قوي. يلا حبيبي في مالا. كل أيامكم تكون بيها خير وسعادة وفرح وأمل. أعرف التحديات صعبة عليكم بس بالنتيجة أنتم تحملون مسؤولية أخلاقية ووطنية. الطبيب ومو فقط معالج للإنسان وإنما عليه التزامات إنسانية، فهو يصنع قيم في المجتمع ويعالج المواطنين. وأعرف أن النظام الصحي في العالم وبالخصوص في العراق اللي يشتغلون بهذا المجال دائما عليهم تحديات كبيرة، فأنتوا إن شاء الله قدها وقدود. واللسان عاجز عن الشكر لتحديكم بهذه الظروف بهذه الإمكانيات مع وجود تحديات وباء. هناك تحديات اقتصادية اللي هي توفركم مع الأسف الشديد الحد الأدنى من الإمكانيات. مع كل هذا أنا واثق أنه أنتوا قدها وقدود وتقبلوا هالتحدي. المطلوب من عندنا اليوم
كحكومة كوزارة الصحة شلون نقبل هذا التحدي مرة بمعالجة الوباء مباشرة ومرة بصناعة ظروف للمجتمع حتى توفر الجانب الوقائي فيما يخص هذا الوباء الذي أصبح اليوم ظاهرة عالمية. مع كل هذا أقول لكم عندنا فرصة ننجح إذا نجحنا نقنع المجتمع أنه يتكامل ويساعدنا فيما يخص التباعد الاجتماعي الاختلاط ويكون صريح معنا في تنبيهنا للحالات المعينة للناس اختلطوا وين المصابين صار مراحل التماس. أنا جيت أشد من أزركم بهذا الظروف ولا تستهانون بما تقومون به من عمل بطولي حقيقي. أنتوا يوم دوركم دور الإنسان الموجود بالمعركة. أنتوا الخط الأول بالمواجهة. مرة ثانية أتمنى لكم كل توفيق. أشكركم. ونحن قاعد نشتغل اليوم بظروف اقتصادية قاهرة وصعبة ولكن ما عندنا خيار غير نخدم بلدنا ووطننا. ما عندنا غير خيار. هاي مسؤولية نتحملها. نتحملها بأقصى وأصعب الظروف. أتمنى لكم التوفيق إخوان. دارة الرئيس يسلم عليكم. شلون الشباب؟ طيبين ان شاء الله. شلونك على شلون مالك في يعني مرات يصير عندي ضيق بالتنفس واستخدم تافه هسه الحمد لله شويه احسن وضعي. كم مره تاخذ؟ اليوم الخامس ناخذ له مسحه اذا اختفت الاعراض ناخذ له مسحه اذا طلع السالبه ورا 24 ساعه ناخذ له مسحه ثانيه اذا سالبه يطلع نطلع حجر لمده اسبوعين بالبيت. شو النقطة يا تاني؟ الحمد لله صحة وعافية. الله يسلمك. السلام عليكم. سيد رئيس مجلس الوزراء. أهلا وسهلا. كيف صار لك عنانة؟ صار 10 أيام. 10 أيام. كون صبور. لا تنفس زين ووضعية زينة والحمد لله. الإجراء سهل ولا صعبة؟ لا سهل. يوم راجعت المؤسسة الصحية الإجراء صعب ولا سهل؟ لا كل زين. ما تأخرت؟ لا ما تأخرت. قاعد تاخذ دواء؟ أي علاج يومي. علاج. أكلك الشغلة؟ كل زين. اليوم قاعد عشاء كل زين. تواصلك خارج الحجر شنو؟ شلون؟ تواصل مالتك؟ تليفون موجود. موجود. نتواصل ويا العائلة. فاشل احنا اللي طب قيم التليفون مال مدير المركز. اي. ومال المعاون الاداري. واي استفسار مباشرة اتصال بالصورة الشخصية. موفق ان شاء الله. مشكور دكتور. كل عام وانت بخير. وانت بخير. الله يحفظك. صحة وعافية ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. ألف خير أستاذ. صحة وعافية. نعم بوجودكم إن شاء الله. وجود الطيبين. يصلك نعم. والله إن شاء الله أسبوع. إن شاء الله تطلع بالسلامة. تسلم. بوجودكم. تقوم بالسلامة إن شاء الله وترجع لأهلك. تسلم. وكل عام وانت بخير. وانت ألف خير. طيب إن شاء الله.